خلونا نبدا مع حضراتكم بالاخبار اللي معانا. امبارح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير خارجيه اليونان جورج جيرابيتريتس وتناول اللقاء الاوضاع الاقليميه المتوتره، وحذر الرئيس من خطوره التصعيد العسكري في المنطقه على اكثر من جبهه، وشدد كمان على ضروره نزع فتيل الوضع المتازم الحالي من خلال الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزه وانفاذ المساعدات الانسانيه بما يضمن تخفيف الازمه الانسانيه بالقطاع. كمان من ضمن الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي وشدد على ضرورة تكثيف زيارات الوزراء لمواقع العمل والإنتاج لإلقاء الضوء على المشروعات اللي بيتم تنفيذها، خصوصا مشروعات القطاع الخاص، وكمان العمل على حل أي مشكلات وإزالتها. تفاصيل الأخبار دي وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير خارجية اليونان جورج جيرابيتريتس، تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية المتوترة، وحذر الرئيس من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة، مشدداً على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع. وأكد الرئيس إن مصر ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالي القطاع وإغاثتهم والعمل على تهدئة الموقف. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع تناول جهود الدولة لتطوير التعاون الزراعي مع القارة الإفريقية بما يتسق مع التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمي وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية والاستفادة من الأدوات القارية لتعظيم الاكتفاء الذاتي بالقارة وحماية الأمن الغذائي. ووجه الرئيس بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الإفريقية في العديد من المجالات، خاصة الاستثمار الزراعي والمناطق اللوجستية والأنشطة ذات الصلة زي التصنيع الزراعي، مشدداً على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لريادة تنفيذ مشروعات التعاون في هذا الصدد. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وده لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف زيارات الوزراء لمواقع العمل والإنتاج لإلقاء الضوء على المشروعات اللي بيتم تنفيذها، خاصة مشروعات القطاع الخاص، والعمل على حل أي مشكلات وإزالتها ومواجهة أي تحديات تطرأ في هذا الشأن، وده في ضوء جهود الحكومة الرامية لدفع العمل بمختلف المشروعات وتيسير الإجراءات في إطار توجهات الدولة نحو تيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة وتهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم التوقيع على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول، وتبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15 سنة، وده دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بالسيدة ساجريت كاخ كبير منسق الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة إعمار غزة والوفد المرافق ليها اللي بيزور مصر حالياً. تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع اللي بيعاني من نقص شديد في الاحتياجات الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تفقد عدد من الأنشطة التدريبية للطلبة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، كما التقى أسر الطلبة المستجدين. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، فإنا تم افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرى الأشراف بتكلفة 215 مليون جنيه. في الشرقية تم بدء التشغيل التجريبي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي في مستشفى الحسيني. امبارح كمان في المنيا تم افتتاح معرض كساء للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وفي سوهاج تم توزيع 3000 كارت تكافل وكرامة للمستحقين، وتفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في قنا افتتحت المحافظة مشروع الصرف الصحي لقرى الأشراف البحرية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. بيتكون المشروع من شبكات انحدار بطول 9.2 كيلومتر وخط طرد بطول 7.4 كيلومتر ومحطة رفع صرف صحي بحجم استثمارات بلغ 215 مليون جنيه لخدمة أكثر من 6500 نسمة. في الشرقية شهدت المحافظة بدء التشغيل التجريبي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة بمستشفى الحسينية المركزي اللي تم تجهيزها بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، وتم إجراء أول حالة مناظير بالمستشفى لمريض يبلغ من العمر 65 عام وبيتلقى الرعاية الطبية تحت الإشراف الطبي بالمستشفى. في الدقهلية شهدت المحافظة تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الرحمنية مركز ميت غمر، وتم توقيع الكشف على 1966 مريض وضمت القافلة 11 عيادة متخصصة. في المنيا افتتحت المحافظة معرض كساء لتوفير 20,000 قطعة ملابس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية بإحدى قاعات المناسبات ضمن فعاليات أكبر حملة كساء على مستوى المحافظات، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأكثر احتياجاً. فأسيوط أعلنت المحافظة عن الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة المعدني بقرية بني يحيى التابعة لمركز القوصية على الترعة الإبراهيمية أعلى السكة الحديد، على أن يتم انتهاء أعمال اللمسات والتشطيبات النهائية تمهيداً لافتتاحه لتسهيل النقل والانتقال لعبور طلاب وتلاميذ المدارس والمواطنين، وده بالتعاون بين المحافظة والإدارة المركزية للري والموارد المائية. في سوهاج انتهت مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والتنفيذية من توزيع وتسليم 3,000 كارت تكافل وكرامة على الأسر المستحقة بمراكز طما وطهطا وجهينة ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية اللي بتهدف لوصول الدعم للمستحقين.